بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير دايما يا رب. وصفتنا النهاردة حاجة لذيذة خالص، وعملها لكم بطريقة سهلة. الشيش، الشيش طاووق، شيش الفراخ. انا مجهزة هنا الفراخ، جبت فرخة وخليتها، يعني دي صدور على وراك. عايز تعمليها صدور براحتك، عايز تعمليها وراك براحتك، بس انا بحب اعمل الاتنين على بعض. اللي وراك بتبقى فيها دهون شويه فبتفك الدنيا، الصدور بتبقى ناشفه حب، فبحط ده مع ده كده علشان ايه ما يبقاش كله ايه ناشف. بس انت عايزه اللي انت عايزه، بتحبيه، بتحبي الصدور اعمليها، بتحبي الاوراك اعمليها، بس يفضل الاتنين. يعني انا غسلاها ومجهزاها ومقطعاها، جبتها من عند الفراخ، قلت له خليها لي بس، وقطعتها. دي كده، دي الوراك، ودي كده صدور. قطعيها، ما تقطعش كبيرة قوي علشان ايه تبقى حلوة في السوا، يعني الحجم ده كده معقول قوي عشان تبقى كويس، تستوي كويس منك. وغسلها ومجهزاها. وانا بقطعها بقى حبايبي، طلع منها حتت صغيرة. الحتت الصغيرة دي اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. القطع الصغيرة دي طبعا ايه مش هنرميها، هعمل بيها الفراخ، الرز، هعمل بيها الرز البسمتي. هنجهزها وهوريكم طريقته. انا عموما انا عامله رز البسمتي قبل كده، موجوده على القناه، لو عايزين تشوفوه بالتفصيل، بس انا هعمل معاها الرز البسمتي. يبقى هنحط بقى توابلنا ايه يا حبايبي؟ كده انا عندي هنا اهو، جبت بصله ومخرطاها، وحاطه معاها طماطميه مقشرها وحطها عشان اضرب. انا عايزه انا عايزه المكونات دي كلها تبقى ايه، كلها ايه زي العصير كده. هنحط معاهم كده حبايبي فصين ثوم، اهم فصين ثوم، ودي فلفل احمر انا مفرزاه، ما عنديش دلوقتي فريش، فانا ده مفرزاه، لما ما بلاقيش الفريش قدامي بحط على طول الايه اللي انا مفرزاه. المكونات دي كده انا هضربها في الخلاط بشويه الملح. ليه بقى الملح؟ هيخليها سايله خالص، واحط عليهم ربع كوبايه خل، بسم الله الرحمن الرحيم، علشان افرمهم كويس، افرمهم كويس، احط التوابل بعد ما ايه ما افرمهم. الملح هيساعد على هيساعد هيخلي الفرم ناعم قوي مع الخل. هفرمهم كده حبايبي واوريكم النتيجه، ونشوف بقيه مكوناتنا ايه. كده حبايبي كده انا خلاص كده فرمتها، بسم الله الرحمن الرحيم، كده نعمتها خالص اهي، بقت سايله. لسه بقى بقيه مكوناتنا ايه، هنحط عليها كوبايه زبادي حجم معقول كده، او على حسب ايه الكميه اللي انت هتحطيها، يعني ممكن تحطي كوبايه وسط او كوبايه كبيره. ونحط عليها التوابل. التوابل بتاعتنا عباره عن ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، دي توابلنا حبايبي، فلفل، فلفل اسمر، بهارات فراخ مع بهارات لحمه، بحط الاثنين، بحب امزج بين الاثنين، كزبره ناشفه، بابريكا، كاري، جنزبيل. كل المكونات دي هنحطها على بعضها مع في الخلاط، هناخد كده ايه ضربه خفيفه، بسم الله الرحمن الرحيم، ضربه خفيفه كده، نشوف هنرجع لكم وارجع لكم تاني. دي كده حبايبي خلاص الخلطه كده جاهزه، على فيها كل التوابل وفيها مفرومه كلها. شوف بقت سايله، بقت سايله ازاي. هنحط بقى فيها الشيش، بسم الله الرحمن الرحيم، كله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هنلف بقى المكونات دي كده كلها على بعضها كده، ونحطها ايه نسيبها كده نركنها ساعتين في الفريزر، ولو بايتة بقى يبقى الله عليها، تبقى جميلة وتحفة. لو انتي عندك مجهزاها من بالليل تبقى جميلة جدا. هنحطها بقى كده، نغطيها بالستريتش ونحطها في الفريزر، في التلاجة، في التلاجة من تحت من ساعة لساعتين كده لو انتي مستعجلة، ولو بايتة تبقى افضل طبعا. كده كده حبايبي هنحطها، نغطيها ونسيبها كده لحد ما نجهز بقية الخضار والحاجة، وارجع لكم تاني حبايبي نشوف هنعملها ازاي. وده كده حبايبي الشيش بعد ما تبلناه بيتها امبارح، من امبارح في التلاجة من تحت. انت لو مستعجلة من ساعتين كده او ساعة، يعني مش اقل من ساعة.
الشيش هو اللي جايبينه. انا نقعه في ميه بقاله شويه. وقطعنا الخضار، بصل، طماطم، فلفل الوان احمر واخضر وطماطم. انت عايزه تحطي اي خضار حطي، لو حابه تحطي معاه خضار، بطاطس، كوسه، اي حاجه انت حباها حطي. بس اهم حاجه بقى في الموضوع ده ان انت تتبلي الخضار بتاعك. انا حاطه له ملح وفلفل، رش عليه ملح وفلفل. هنبدا نعمل اول، بسم الله الرحمن الرحيم، واحده كده خضره، طماطميه. ممكن تستغني عن الطماطم لو انت مش عايزه كده. نحط واحده، بسم الله الرحمن الرحيم، تاني بصل، فلفل، طماطم، حط واحده كمان، خليها يعني ايه حوالي ثلاثة كده احسن، معقوله يعني يكون حجمها معقول. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط بقى ايه لما تكون واحده معموله منك كده، لان ده الورك، الورك بيبقى مفتح شويه مش زي الصدر ماسك في بعضيه. تحطيه كده وتقفلي عليه كده اهون ببصلايه عشان ايه يتمسك. فلفل، قطر، تعمليها كده شكلها، كده شكلها جميل اهو. اعملهم بقى كلهم كده واقول لكم هنسويهم ازاي. وده الشكل النهائي يا حبايبي بعد ما اتعمل. احنا دلوقتي كده بقى على النار اهون، عن جايبين طاسه صينيه. انت عندك حلين، يا اما تحطيه في ارضيه الصينيه كده وعلى نار هاديه خالص وتسويه، او تعمليه كده اهو. انا جايبه عندي شبكه اهي، شبكه، واحط في الصينيه ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا مشغله الفرن، الفرن على حراره 280، وهحطها كده على الشبكه. بسم الله الرحمن الرحيم. البخار بقى بتاع الميه هيسويه، والفرن هيحمره زي الفراخ المشويه كده بالظبط. ولو حطيتيه في الصينيه من جوه وقلبتي فيه كل شويه وغطيتيه بورقه فويل او عندك جريله حطي فيها، هيبقى برضو كويس. بس الطريقه دي حلوه وبتدي نتيجه كويسه. يعني لو ما عندكيش الشبكه حطيه في الطاسه وتابعي بقى، والميه بتاعت اللي طلعت منه كل شويه تحطي عليها كده، تسقسقي عليها كده الميه بتاعته دي. ده اللي كان متبل فيها، كل شويه طلعه من الفرن وارش عليه كده. ندخله بقى الفرن في الرف الوسطاني على حراره 280 او على حسب درجه حراره الفرن عندك. حطيه على حراره كويسه واشوفكم بقى بعد ما اطلعه من الفرن. وده شكل النهائي حبايبي بعد ما طلع من الفرن، جميل وتحفه، والتتبيله بتاعته بتخليه طري وجميل. بسم الله ما شاء الله، شايفين ما شاء الله، شوفوا النسيج عامل ازاي، مستويه خالص اهي وجميل ما شاء الله. جربوه بالطريقه دي يا حبايبي، تعجبكم ان شاء الله. واستنوني في وصفات تانية كتير، وما تنسوش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناه حبايبي. مع سلامه الله.